الإنسان بدون قرآن والله يا إخواني إنه جسد بدون روح. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: إن هذا القرآن الله أكبر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أجر كبير يا شيخ نايف، بل أزيد، والله يا أخواني إن تمسكنا بهذا القرآن فإن هذا القرآن يخرجنا من ظلمات الشرك والمعاصي والبدع إلى نور التوحيد والطاعة لله جل في علاه.